عليكم واهلا وسهلا بيكم في برنامجكم زعفران وفانيلا مع بعض ان شاء الله من دلوقتي ولمده ساعه. هنعمل وصفات لذيذه، واول وصفه هنبتديها مع بعض هي وصفه هيحبوها الكبار والصغيرين، وتنفع كمان كتير حلوه للي بيعملوا دايت لان ما فيهاش دسم، واحنا عارفين دايما ان الفراخ اقل دسم طبعا من اللحمه. فالنهارده هنعمل كفته فراخ مدخنه، بيطلع طعمها حلو قوي وبتطلع طريه كده، ونكهه التدخين فيها بتديها طعم مميز جدا وحلو قوي. عشان نعمل كفته الدجاج المدخنه بتاعتنا عايزين دجاج مفروم، يعني مثلا نقول كيلو حسب عدد افراد الاسره. عايزين 2 طماطم، 1 فلفل اخضر، 1 بصل، نص كوب بقدونس، ملح وفلفل، معلقه صغيره بابريكا مدخنه، معلقه صغيره بهارات، معلقه صغيره بيكنج باودر، معلقه كبيره نشا، 2 معلقه كبيره زيت، ودي ممكن تستغنوا عنها لو بتعملوا دايت، قطعه فحم، وللتقديم عايزين خبز وبصل وسماء وبقدونس علشان نقدم الكفته بتاعتنا. طيب تقدروا تعملوا الكفته بتاعتنا بصدور الفراخ او بفرخه مخليه زي ما انتوا عايزين. المهم ان احنا يا اما بتطلبوا من الفرارجي ان هو يفرمها لكم لو عنده مفرمه، لو ما عندوش من السوبر ماركت، لو ما رضيوش ممكن بنحطها في الكبه. انا عامه بحطها في الكبه دايما، بس اهم حاجه انكم ما تدوسوش كتير، يعني اول ما تلاقوها اتفرمت خلاص وقفوا، لان كفته لحمه الفراخ لو فضلنا ندوس كتير بتتحول زي مرهم كده زي كريم، وهيبقى صعب جدا ان احنا نمسكها، وهنضطر بقى ان احنا نحط لها بقسماط او نحط لها حاجات تانية علشان ترجع تاني تخلي قوامها يشد ونقدر نشكلها. فاهم حاجه ما تبالغوش في فرم او في طحن الفراخ بتاعتنا لما نيجي نعملها في الكبه. تمام. طيب عندنا هنا البيكنج باودر. هتقولوا لي ليه يا غاده بيكنج باودر؟ البيكنج باودر بيعمل ايه في الكيكه؟ بيخليها هشه وبينفشها، فشويه لحمه الفراخ بتبقى شويه مكتومه وبتشد اكتر من اللحمه العاديه، فالبيكنج باودر بيخليها شويه تبقى تهش كده وتفش كده وتبقى نوعا ما اطرى من لو ما حطيناش البيكنج باودر، فعشان كده احنا بنحط البيكنج باودر. عندنا هنا بقى الطماطم والفلفل والبقدونس والبصل، دول لازم يبقوا ناعمين خالص، ما يبقوش يعني متقطعين، مهما قطعناهم صغير هتفضل برضو عايزين نزود شويه في يعني عايزينهم يبقوا ناعمين خالص علشان نقدر ان احنا نضيفهم للفراخ بتاعتنا. فهنحط الكلام ده كله في الكبه هنا. هو احنا من الاول كان ممكن ننزلهم مع الفراخ وهي بتطحن، او بتعملوهم لوحدهم كده وبتضيفوها على الفراخ، كله شغال. هناخد البقدونس وهناخد بقى الكلام ده كله ونحطه في الكبة بتاعتنا ونخليه يتقطع لقطع صغيرة جدا. يلا شايفين كده، كمان 3-4 ضربات واحنا كده جاهزين. بس نتأكد ان كله، هو كله تقريبا ممتاز كده، خلاص اخر ضربة كده. كمان بيبقى لونهم بقى حلو قوي، وكده الفراخ بتلاقوا فيها حتت بيضة من البصل وحتت حمراء من الطماطم وحتت خضراء من البقدونس، فبتبقى شكلها لذيذ كده، والحاجات دي باينة في الكفتة بتاعتنا. دلوقتي عندنا هنا بقى الملح والفلفل وبقيه الحاجات بتاعتنا. ليه هنحط زيت؟ لان لحمه الفراخ شويه بتبقى زي ما قلنا كمان انشف، احنا لسه قايلين الكلام ده علشان البيكنج باودر، فالزيت برضو نوعا ما بيديها شويه طراوه شويه دهن كده، بس لو مش عايزين برضو عادي. طيب هنحط دلوقتي الخضار بتاعنا، الخضره بتاعتنا اللي احنا حاطينها اللي هي الطماطم والبصل والبقدونس.
نحط شويه ملح وشويه فلفل. هنحط بقى الحاجات اللي عندنا كلها، النشا والبيكنج باودر والبابريكا المدخنه وكل الحاجات اللي عندنا هنحطها. اي توابل تانية عايزين تزودوها بتقدروا تزودوها عادي. هنحط بقى دلوقتي الفراخ اللي عندنا، وهنبتدي نخلط الكلام ده كله مع بعضه. شايفين كده قوامها ممتاز. اكتر من كده بقى في الكبة بتبقى ناعمة خالص، بتبقى كريمة، ما ينفعش بقى خالص ان احنا نشكلها. وحتى ساعات مرات انا بحب اسيب فيها حتة تكون خشنة شوية، برضو بتبقى لذيذة. يعني مثلا انا حتى البرجر مثلا لما بنيجي نعمله ما بحبش يبقى، ما ينفعش يبقى كمان مفروم على الاخر، لانه لو مفروم على الاخر هيبقى زي الكفتة البانيه. البرجر كده لما بتاكلوه في محلات بقى بتعمله صح بتحسوا كده، يعني بتحسوا ان اللحمة مش مفرومة على الاخر خالص خالص خالص، لا يعني ببقى شايفة كده حتة اللحمة وهي دواير كده يعني موجودة جوه البرجر، مش كفتة. يعني الكفتة البانيه بتشوفه من جوه بتبقى عبارة عن حاجة متماسكة كده غير البرجر. فبرضو انا الفراخ بحب لما اجي نعملها نسيب برضو شوية. طيب دي بقى بيفضل ان احنا دلوقتي عملناها ان احنا نحطها شويه في الثلاجه علشان خاطر تتماسك اكتر ونقدر نشكلها. بتقدروا على فكره الوصفه دي نشيل منها الزيت ونقدر نعملها بالبيض والبقسماط وتبقى بانيه. بتقدروا ما تحطولهاش زيت خالص، تعملوهاش بانيه، بتقدروا تاخدوها تعملوها اقراص وشويه زيت شويه صغيرين جدا في طاسه، يعني يا دوب مسح كده، وبرده نحط فيها يعني مش مسح، يعني مثلا ربع كوبايه في طاسه، ونقدر نحط فيها برده الكفته بتاعتنا نعملها اقراص. بنقدر نعملها زي ما هنعملها دلوقتي كده صوابع في الفرن زي ما انتوا عايزين. خلاص انتوا عندكم هنا تشكيله او يعني خلطه حلوه قوي للكفته، فبتقدروا تعملوها زي ما انتوا عايزين. بتقدروا بقى تشكلوها كده، بتقدروا تشكلوها في سياخ وتحطوها. المهم ان احنا في الاخر هناخدها ونحطها في الفرن على درجة حرارة 220، بتقعد تقريبا 25 دقيقة، تقريبا 25 دقيقة بتكون بقت من تحت مستوية ومن فوق مشوية، وبتطلع حلوة جدا. بس تطلع من الفرن هنحط لها الفحمة، بس الكلام ده بقى ان شاء الله هيبقى بعد الفاصل. خلينا بقى دلوقتي نطلع فاصل ونرجع بعد الفاصل نكمل معاكم بقية وصفاتنا. بشوفكم بعد الفاصل ان شاء الله. اهلا وسهلا بيكم، رجعنا لكم تاني بعد الفاصل. دلوقتي احنا عايزين ندخن الفحمة بتاعتنا. الفحم بتاعنا اهو عمال يطلع شرار وشغال كويس خالص. هناخده بقى كده نحطه كده هنا كده، نحطه في النص. ادي الفراخ بتاعتنا بعد ما خلصت، وادي الفحم بتاعنا. هناخد الفويل كده ونجهزه، نحطه كده علشان نقفل على طول. تمام، عندنا هنا نقطة زيت هنحطها كده هنا، ونقفل عليها بالشكل ده، ونسيبها بقى جوه تتدخن لمدة مثلا 3-4 دقايق كده. تمام، طيب هنسيب دي تتدخن ونعمل التومية جنبها اللي هتتقدم معاها، وبيبقى طعمها برضو لذيذ جدا. وطبعا التومية هتنفعكم في حاجات يعني في وصفات كتير قوي، مش بس في الوصفة دي، بتتقدم جنب مشويات كتير وحاجات تانية غير بس مش دي بس يعني. طيب علشان نعمل التومية بتاعتنا عايزين، طبعا التومية بتتعمل بكذا طريقة، دي طريقة على النار. عشان نعملها عايزين كوباية مية، تلت كوباية نشا، 3 فص ثوم، 1 معلقة صغيرة ليمون،
واحد بطاطس صغيرة مسلوقة ومهروسة طبعاً، ملح و... لا مش 3 فص ثوم، 10 فص ثوم أسفة، وعايزين رشة ملح وربع كوباية زيت نباتي. طيب أول حاجة هنعملها دلوقتي هناخد كوباية المية اللي عندنا وهنحطها كده هنا، هنجيب ده، نجيب النشا اللي عندنا برضو ونحطها كده هنا، وهنقلب الكلام ده مع بعضه كويس بس يدوب، بروح حطاه على النار على طول ونفضل نقلبها لغاية ما تبتدي تتخن. التومية بتتعمل بالطريقة دي وبتتعمل بطريقة تانية، أنا دي التومية بتاعت المطاعم، أنا التومية اللي بحبها اللي بتبقى عبارة عن بحبها يعني، دي حلوة ناس كتير بيحبوها قوي بس أنا بحب التانية أكتر أنا عن نفسي يعني. التانية بتبقى عبارة عن بطاطس مسلوقة بس عليها مايونيز وتوم فقط لا غير، دي شوية لأنها بتبقى أوفر في المكونات، لأن المية والنشا طبعا أكيد أرخص من إن احنا نحط كمية بطاطس أو مايونيز أكتر، فدي بتاعت المطاعم بتبقى شوية اقتصادية يعني. فهنقلبها بقى كده، ولازم نستعمل الكبة لأن هنحط الكلام ده كله في الكبة، لأن التومية احنا عارفين بتبقى ناعمة وكريمي خالص كده. خلينا نعمل تحت كده، تحت الكفتة هنحط فرشة كده، ممكن نحط العيش، نحط شوية عيش كده تحت هنا عشان نحط عليه السماق والبصل اللي عندنا، ونقدم الكفتة بتاعتنا. عندنا هنا الكبة يا جماعة هناخدها نحط فيها البطاطس المسلوقة اللي عندنا اهي، بطاطساية صغيرة مسلوقة انا هنحطها كلها مش مشكلة، وهنحط معاها الزيت، هنحط معاها شوية ليمون، وهنحط البطل بتاع الوصفة بتاعتنا اللي هو التوم، وطبعا هنحط شوية ملح، ومش هنحط فلفل علشان ما نغيرش اللون. كل ده هنحطه مع النشا بتاعنا لما يتخن شوية، هنحطه بقى في الكبة وتبقى كده التومية بتاعتنا جهزت، تطلع حلوة قوي برضو وبتبرك بقى طبعا لان ما فيها مية ونشا. طيب على ما دي تجهز خلينا ناخد الطبق بتاعنا ده ونعمل الفرشة اللي هنحطها تحت الكفتة بتاعتنا. هناخد البصل اللي عندنا نحطه كده هنا، ونحط معاه شوية ملح، هنحط معاه شوية بقدونس، وهنحط معاه السماق، وممكن نحط عليه شوية زيت زيتون. نروح نقلب ده علشان ما يكلكعش مننا، اهو ابتدى يغلي فهيبتدي يتخن برضو. اهي شايفين اهو، وصلنا للمرحلة دي خلاص، بنشيله من على النار ونجيب معلقة ونحط الكلام ده كله مع المكونات اللي في الكبة.
بص بصه لسه في حتت ما حصلش فيها اي حاجه ولا الهوا. خلينا نقلبها كده عشان نسهل طحنها. عايزينها تبقى كريمه زي اللي بناكلها في المطاعم بالظبط، كريمي خالص. ونشغلها. حلو قوي، بصوا بقى شوفوا اهو ده القوام اللي احنا عايزينه. بصوا كريمي خالص اهي. توميه وبقدونس ليه بقى؟ توميه زي اللي بناكلها بالظبط في المطاعم. خلاص هنخليها بقى على جنب دلوقتي لغايه ما نقدمها. خليني اغير الجلافز ده لانه جه عليه بطاطس. وهنقدم بقى الكفته بتاعتنا حالا كده. هنعمل بس الفرشه دي بتاعتنا، هنخلطها شويه مع بعض. هفرك وهفرك البصل بتاعنا مع السماق والملح والبقدونس كده، والزيت شويه الزيت اللي حطيناهم كده اهو، شايفين كده. يلا هناخد بقى الكلام ده ونحطه كده هنا فوق العيش. وهناخد دلوقتي الكفته بتاعتنا، هي فين اهي. وهنحطها هنا كده بالشكل ده. ايه دي الكفته بتاعتنا اللذيذه جدا. وادي التوميه بتاعتنا. خلينا بقى دلوقتي نطلع فاصل ونرجع بعد الفاصل نكمل معاكم بقيه وصفاتنا، ونكون حطينا التوميه في الطبق بتاعها. بشوفكم بعد الفاصل ان شاء الله. اهلا وسهلا بيكم، رجعنا لكم تاني بعد الفاصل. دلوقتي هنعمل مع بعض سلطه لذيذه جدا جدا ومغذيه وطعمها لذيذ. طيب علشان نعمل السلطه بتاعتنا المكسيكيه بالذره، عايزين 2 صدر دجاج مشوي. ممكن تعملوها لشخص واحد بس طبعا بصدر واحد، وهي وجبه كامله متكامله. عايزين كوبايه ذره، كوبايه فاصوليا حمراء، 1 كوب زيتون، 4 كوب خس، 2 كوب طماطم، 2 افوكادو، أو واحدة طبعا لو هنعمل عدد أقل لشخص واحد أو شخصين. صلصة السلطة بقى عبارة عن 2 فص ثوم، نص كوباية زبادي، 2 معلقة كبيرة مايونيز، 2 معلقة كبيرة زيتون زيت زيتون، نص كوباية كزبرة خضراء، 2 معلقة كبيرة ليمون وملح. طيب خلينا نبتدي نعمل مع بعض الدريسنج بتاعنا، واللي هو لذيذ قوي واللي بيميزه إنه فيه جوه الدريسنج فيه كزبرة خضراء. ده بيخلي طعم الدريسنج لذيذ جدا. احنا عارفين كمان الاكل المكسيكي بيبقى فيه كزبره خضراء كتير. هناخد بقى دلوقتي الزبادي، عندنا نص كوبايه زبادي، وعندنا معلقتين كبار مايونيز، عندنا زيت الزيتون والثوم، الليمون، وعندنا الكزبره الخضراء. خلينا نقلب دول، مش لازم نضرب، ممكن نقلبها كده. شويه ملح، وهناخد بقى الكزبرة الخضراء بتاعتنا دلوقتي كده ونحطها هنا. هتلف بقى على السلطة كلها طبعا مع الدريسنج، وهتدي طعم لذيذ ومختلف ومميز جدا. ادي كده الدريسنج بتاعنا جاهز اهو.
تمام. هنعمل ايه بقى دلوقتي؟ عايزين نخلط حاجه السلطه بتاعتنا مع بعض. هنحط الخس، كفايه كده. هنحط الطماطم اللي متقطعه انصاف، تشاري توميتو طبعا احلى. هنحط الزيتون، ممكن تحطوا زيتون اخضر بس، ممكن تحطوا اسود بس، بس لو يا اخضر يا اسود لا حطوا اسود. الفاصوليا الحمراء والذره، وهنقلب الكلام ده كله مع بعضه. شوفوا بقى الالوان دلوقتي جميله جمال ملوش مثال. طيب عملنا ايه احنا في صدر الفرخه؟ صدر الفرخه اللي عندنا انا دهنته بشويه زيت زيتون، وحطيت له شويه ملح وفلفل ورشه بابريكا، دخلته الفرن على درجه حراره 220 لمده نص ساعه تقريبا. بصوا الالوان بقى وجمالها اهي. نجيب بقى طبق السلطه، هنحط السلطه بتاعتنا كده هنا، خليني احطها بايدي معلش عشان اتحكم في المكان. تمام. هناخد بقى دلوقتي الفراخ اللي عندنا وهنقطعها. عندنا صحيح هنا كمان الافوكادو، هنحطه كده بس هنحط الفراخ الاول. خلينا نحط الفراخ الاول، هنقطع بس الفراخ كده شرايح. والتانية زيها. كده ونوزع الأفوكادو اللي عندنا على الوش. وآخر حاجة خالص بنحطها هي السلطة بتاع الدريسنج بتاع السلطة. طيب خلينا بقى دلوقتي احنا كده جاهزين بكل حاجة، بس انا عايزة اجيب كيس حلواني ونحط الدريسنج بتاع السلطة فيه كده ونمشيه عليها من فوق. فخلينا دلوقتي نطلع لفاصل ونرجع بعد الفاصل نكمل معاكم بقية وصفاتنا. بشوفكم بعد الفاصل ان شاء الله. اهلا وسهلا بيكم، رجعنا لكم تاني بعد الفاصل. الصراحة انا اخدت الافوكادو اللي عندنا، حبيت بقى ان احنا نعمله كده احسن، نحطه كده جنب الفراخ. بس اهم حاجة لو مش هتقدموها على طول بس تحطوا لها شوية ليمون عشان الافوكادو ما يسودش. ده كده هنا ودي الناحية التانية، يعني بتهيألي كده شكلها ألذ. خلاص هناخد بقى دلوقتي الصوص بتاعتنا وهنحطها كده في كيس حلواني. هنضطر بس نقطعها أدخن شوية من اللي احنا متعودين عليه عشان الكزبرة نعرف ننزلها. كده تمام. خلاص كده نبقى خلصنا، كده نبقى وصلنا معاكم لاخر حلقتنا للنهارده. عملنا لكم فيها الاتي، عملنا فيها كفته الفراخ، عملنا كفته الفراخ المدخنه
وعملنا كمان معاها التومية اهي، عملنا كفتة الفراخ المدخنة بتتبيلة لذيذة، عملنا تحت كده فرشة من البصل والسماء وزيت الزيتون والملح والبقدونس، وعملنا كمان معاكو السلطة المكسيكية، عملنا لها كده حاجات لذيذة بالفراخ المشوية اللي قلنا دهناها بزيت زيتون وحطينا لها ملح وفلفل وبابريكا وشويناها، عملنا خلطة لذيذة جوه من الزيتون والذرة والفاصوليا الحمراء والخس والتشيري توميتو، وحطينا على الوش الأفوكادو والفراخ المشوية بتاعتنا. الوصفات بتاعتنا كلها هتبقى على صفحة البرنامج زعفران وفانيلا على الفيسبوك كمان شوية، واللي ملحقش يشوف الحلقة من أولها بيقدر يشوفها في الإعادة، عندنا إعادتين، إعادة بالليل وإعادة بالليل الساعة 8:30 وفي إعادة الصبح كمان. شكراً لمتابعتكم، وبشوفكم إن شاء الله بكرة في حلقة جديدة ووصفات جديدة وأفكار جديدة بإذن الله. باي باي.